السلام عليكم حميد المداوي، اسمع هذا الفيديو. حشومه صاحبي، حشومه. ما نهضرش على الحبس، انا استامنك على داكشي اللي عاودتي ليا، واستامنك على في الجلسات تفكيرك كيفاش داير ورايك حتى في الجمهور ديالك. سمعتي كيقول الزميل رضوان رمضاني انك استامنتي على شي حاجه وقعت في الحبس وهو ما بغاش يعاودها لينا. دابا احتراما للمتابعين ديالك، قول لنا شنو هو هادشي اللي استأمنتي عليه الزميل رضوان رمضاني؟ شنو وقع في الحبس مع مين وعلاش؟ وثاني حاجة، الجواب اللي هو مهم خصك تعطيه لنا وتشرحه للمتتبعين ديالك، شكون هو نور الدين ديال هولندا؟ شنو هو السبب الحقيقي ديال الاعتقال ديالك وعلاش دوزتي 3 سنين ديال الحبس؟ شنو هما المعلومات اللي عطاهم لك وما بلغتيش عليهم؟ وشحال من مره تكلمتي معاه؟ جاوبنا بعدا على هادشي الزميل رمضاني، شنو وقع؟ شنو هو المساله اللي استأمنتي عليها وقعت لك في الحبس ومع من؟ ضروري تجاوبنا.